واخاي ميمون شني عندك اخي العربي تاني؟ شي حد قال لك تشجع الناس يحرقوا؟ بعدي على كنشجعوا الناس يحرقوا، تينا مسطي ولا مريض؟ باقي شي واحد محتاج لي يشجعو يحرق في القرن 22؟ خاي العربي تينا واقيلا ما كتفرجش الفيديوهات ديالي، ارجع شوف الفيديوهات ديالي عباره عن نصائح وتوجيهات. الا كنتي حارق حارق دي معاك هادي، يعني كنعطيو للناس النصائح اللي غادي تفيدهم. شنو عندك سنه خاي العربي؟ قول لي خاي ميمون، البنات يقدروا يحرقوا؟ ومالهم البنات؟ علاش ما يحرقوش يا خاي العربي؟ لا لا لا، المراه كتسوق ترام وهي تسوق تي في جي، تسوق طياره، ترأس دوله، ترأس حكومه، ترأس وزاره، جات حتى الحرقه وما تحرقش. كاينين بزاف د العيارات وصلوا، غير هما فيهم شروط اخي العربي. يرحم يمك ام برصتك اخي ميمون. ما اخي العربي شني عندك تاني؟ اللي تسالات له الفيزا 3 شهور وخالف شني يعمل اخي ميمون؟ اللي تسالات له الفيزا 3 شهور هنا في تركيا شني يعمل اخي العربي؟ المخالفه شحال يخلص وكيفاش يخلص وشحال المده والمنع؟ انتينا خير العربي بغيتني نعدل شي فيديو دابا نهديه للمشاهدين ديالي، غنجاوبك على الاسئله ديالك كاملين اخي العربي وغيستافدوا معاك الناس، ولكن قول لهم كما العاده اخي العربي يديروا ليا ابوني باش نبدا. يلا قولها لهم اخي العربي، ديروا ابوني للعزوه يطلق لنا الفراجه. فوالا ديروا ابوني وبارطاجيو وبقاو معنا بعد الفاصل باش نجاوبوا على الاسئله ديال خونا العربي كامله. Get lost in thoughts for you when I miss the old you. We died with a purpose, all the energy around me felt nervous. Scared I would pop out fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given heart, but now I'm picking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. نبدأ على بركة الله. السلام عليكم خوتي حبابي صحابي لي فان ديال قناة منوعة مغربي في اسطنبول. جيناكم فيديو جديد ومعلومات جديدة. مرحبا بكم الإخوان. قبل ما نبدا في هذا الفيديو بغيت نشكركم كاملين كاع الناس اللي عندهم ابونين فلاشين وكيتبعوا الفيديو ديالي. التعليقات كلها في المستوى ما شاء الله كتعبر على واحد التربيه راقيه، وكتعبر انا فخور بان عندي جمهور مثل هذا وكيسولوني وكنجاوب الناس، وكنتاسف الناس اللي ما قدرتش نجاوبهم. الفيديوهات الاخرين كانوا فيهم مشاهدات كثيره وايضا كانوا فيهم تعليقات كثيره، فكنبغي نحييكم هذا المنبر. ليتس جو ندخلوا مباشره في الموضوع. كما شفتوا في المقدمه ديال الفيديو كان مجموعه من التساؤلات. اولا باش واحد الموضوع غير نعطيه 30 ثانيه ديال واحد شخص واحد كان صافط لي في البريفي قال لي واش دابا انت نعتبروا انك كتشجع الناس يحرقوا؟ قلت له بانك انت ما تبعتيش فيديوهات ديالي الاولى، لان انا المبدا ديالي محايد. انا كنقول لك الناس اللي حارقين ديجا غادي يحرقوا، كنعطيهم معلومات صحيحه. علاش؟ باش يتفاداو النصب، باش يتفاداو يمشيو لبيت شبابي فيه المشاكل، باش يتفاداو انهم الطرقاء اللي خايبين، باش يردوا البال ويعرفوا المخاطر اللي كاينه في الطريق، باش حتى اللي ما قادرش الله يحسن العوان بلا ما يدير هذا الريسك هذا، واللي قادر على هذا الريسك هذا الله يسهل عليه. ما غاديش تقنع شي واحد باش انه ما يحرقش، سير قنعو انت باش بانه الصالير غيتبدل، وقنعو بانه دوك سبعه الاولاد اللي عنده بالجوع وكذا وهذا الى اخره، ديك 70 درهم ولا 80 درهم اللي كيصور هي اللي غتصرف عليه، سير قنعو بشي حوايج اخرين، ما تجيش عندي انايا. انا فقط كنوصل واحد الرساله وكنوصل واحد الافكار وكنشرح واحد المعلومات وكنعطي معلومات مبسطه. الاجراءات القانونيه شنو غيديروا معاك الا درتي هكا، شنو غيديروا معاك الا شدوك، شنو غيديروا لك الا تجليتي ولا تسالك الماء، شنو غيوقع لك الا كذا كذا كذا، ها شنو دير باش تفادى هاد المخاطر. ولقيتي كانت لا سيتياسيون ديالك مزيانه فبلا ما تحرق دير لك بروجي في بلادك وجلس. الناس اللي كتجيك محتاجه بزاف ديال المسائل، كاين اللي خوتهم كاين على برا، كاين العائله ديالهم كاين على برا، فهما عندهم واحد القناعه واحد القرار انه غادي يريسكي. فانا لما شفت كاين هاد الناس هاد الفئه اللي عندها القرار غاتريسكي، كان العنوان ديالي هو ريسكي في المضمون، ريسكي في شي حاجه اللي ريسكي بطريقه اللي ما تشكلش عليك خطوره. فبالتالي الدور ديالنا هنا توجيهي ونصائحي لا اقل ولا اكثر، وما عندي لا نقل جمل في هذا الموضوع ديال الهجره السريه الا اننا نخدم ولاد بلادي والجاليه المغربيه والناس اللي كتدبر على راسها وباغا تجيبها بالحلال، لان الهجره ماشي حرام. اللي بغى يقلب على بلاد اخرى يخدم فيها ماشي حرام، يمشي يقلب على راسه. كاين الناس كيبقاو عايروا هاد الحراقه وكذا وكذا وكذا، كيدور الصيف ولا كيدير كذا، كيدخل لك بالفيراري وكيدير فيلا وكيدير كذا وكيدير كذا، وكتولي انت عاوتاني نعم سيدي نعم كذا، كتبدل المعامله. دونك كتبدل المعامله من كلشي، من الشعب ومن الحكومه، من كلشي كتولي عندك قيمه. دخلتي الدولار، دخلتي الاورو. بار كونتر دابا في الاول كدير محاولات، كلشي كيبقى لا ما كذا ما شوف، كل واحد حر في راسه. الناس كدير كومباريزون كيقارنوا، الناس راه ماشي صغار، ماشي دري صغار، راه كيعرف كيتفرج فيديوهات، راه في راسه ناس غرقوا في البحر وناس ماتوا في الغابه وناس ماتوا في الجبل والطريق صعيبه. دونك انا لي فيديو ديالي موجهين بالضبط لدوك الناس اللي مريسكي، داك اللي راسو قاصح، اللي مهما قلتي ليا راه غادي نحرق، ولا باغي تحرق تفرج على القناه الا غتنفعك، لان غنعطيك معلومات اللي غادي تنفعك باش انت ما تضرش، يعني تستهلك بلا ما تهلك. دونك قلت 30 ثانيه زدقات في 2 دقائق، معليش.
اوكي ندخلوا للموضوع الثاني. سولتني واحد الاخت في لي كومونتير وبزاف الناس صراحه سولوني على البنات، واش البنات كيحرقوا واش البنات كيوسطوا. بصراحه باش نكون معك صريح صريح، اختي الحراقه اختي المحزوقه، باش نتكلم معك بكل صراحه وبكل جديه، فنسبه النجاح ديال الهجره للبنات فهي تقريبا ما كتفوتش 20%. هاد 20% هما اللي كيدوزوا، هاد 20% كتوفر شروط معينه، وهاد 20% هادو فنقدر نقول لك، انا قلت لك 2% ولا 3% اللي يقدروا يكملوا بالرجل مثلا يضربوا طريق اليونان، لما تبقى كيمشيو عن طريق التسليمه اللي هي كيتمشاو 4 ايام في بلغاريا، وكيتعرض لهم شي خطاف كيديهم حتى صوفيا، ومن صوفيا كيكملوا صربيا وكذلك. وكنعرف نموذج ديال جروبات خرجوا هاد الايام فيهم بنات وراهم وصلوا ما شاء الله، دونك عادي الامور، امور عاديه. لكن هاد البنات لازم توفر فيهم مجموعه من الشروط. اولا البنت اللي غادي تمشي خاصها تكون صبوره رشيقه مولفه بالطريق صباره، كنقولوا حنا عزري الدوار، يعني بنت ولكن راجل كتلقاها كباري، مراه وقاده، مراه وقاده، راه كاين شحال مراه اكثر احسن من الراجل. دونك الفارق الفيزيولوجي راه ماشي معناه الفارق في القدرات ولا قدره التحمل ولا كذا، راه حتى البنات عندهم الذكاء عندهم قدره التحمل. دونك اذا كانوا اللي كانت البنت كتوفر في هذه المواصفات هذه، وخصها الرفيق او الرفقاء او الجروب، الجروب دائما اختر الصديق، الصديق قبل الطريق دائما. هذه نصيحه، قبل ما تفكر في الطريق شوف الصديق اللي معاك واش يستاهل واش كذا. دونك البنات اللي كانوا غادي يمشيو، اللي كانت تمشي مع اخوها ولد عمها ولد خالها جارهم معرفه شي واحد صديق الناس كتعرفو الناس ما غيتخلاش عليها ما غيسمحش فيها، لانه تقدر تبليسها تقدر تعيا تقدر تسخف، يوصلها لاقرب فيلاج ويسلمها باش ما يوقع لهاد البنت هذه حتى شي حاجه، يعني يدري معاها يتحمل المسؤوليه، باش انك جروب ديال البنات بوحدو 100% ما غاديش يوصل، يقدر يتعرضوا لبزاف ديال الامور في الطريق، بزاف ديال الحوايج اللي ما بغيتش نذكرها في القناه. دونك البنات بوحدهم ما يوصلوش، لكن البنت الا كان معاها وصي او كان معاها جوج دراري او ثلاثه دراري ثقه كونفيونس حاسبين بحال اختهم ودافعوا عليها الريح ما يقيسهاش، دونك راه ما كاين حتى شي مشكل انها تمشي. الا كانت غادي دير الطريق ديال 4 ايام 5 ايام طق الرقم مك الطوموبيلات وتبقى تكمل، وراه غادا حتى توصل باذن الله. دونك هادو هما الاحتمالات اللي كاينين. الحمد لله طرقت هذا المشكل ديال البنات بالزربه ما هضرتش فيه بزاف، مي راه شوف راه كاين ديكزومبل. الا بغيت نحط لكم حتى روابط ديال القنوات ديال الدريات اللي وصلوا، ودايرين قنوات ديال اليوتيوب وكيهضروا على المغامره والتجربه ديالهم، وهما بزاف 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 بزاف. ديديكاس من هذا المنبر اختي زينب اختي سيلا اختي، يعني بزاف ديال البنات اللي كانوا وصلوا كنعرفهم ديجا في مدار 3 سنوات اللي عشتها في تركيا، كنعرف بزاف ديال البنات بزاف ديال الجروبات البنات وصلوا. لكن كما قلت لك ماشي اي بنات كتلقاها بنت ولكن راجل، بنت راجل يعني كتشوف بعد بحال عندها الهرمونات ديال الرجال ما شاء الله، يعني تمشى كذا تصبر على الجوع على العطش بحالها بحال الدري، تا ريح تم الله لا فهمتيني، خبر في راسك فهمتيني، مغربيه بنت البلاد خبز وبراد، هذا هو اللي كاين. دونك ماشي كاع البنات كيدوزوا، النسبه ديال البنات اللي غيدوزوا قليله وكاينه شروط معينه. دونك وبالنسبه للحراقه كاملين ماشي كلشي غادي يدوز، فكاين مخاطر، وكما قلت راه كنذكر الايجابيات وكنذكر السلبيات، انا ما غنعطيكش غير السلبيات، كنعطيك الايجابيات وكنعطيك السلبيات، كنعطيك لي كومباريزون وكنعطيك لي سوليسيون او الحلول اللي ممكن تساعدك باش تنجح هذه الرحله هذه ولو بنسبه قليله. حاجه اخرى الموضوع الثالث اللي بغيت نهضر فيه هو المخالفات. دونك المخالفه باش نشرحها شنو هي المخالفه، المخالفه هي لما كتسالي 90 يوم ديالك ديال الفيزا في تركيا كتولي مخالف وضع غير قانوني. هنا شنو كيتوجب عليك؟ كيتوجب عليك توجه مباشره، يعني الى انت خالفتي 90 يوم فراه الوضع ديالك غير قانوني. ديجا هضرت مع على هذه في واحد الحلقه فايته ربما قلبوا به فيديوهات، راني هضرت على المخالفات بالتفصيل. فالا انت فتي 90 يوم فكتولي في وضع غير قانوني، يقدروا يشدوك في اي لحظه، يا اما غيديروا لك الديبور المغربي اذا كانت الحمله ديال الديبور، الا ما كانش الديبور غادي تجلس في غادي ينساوك في الحبس واحد الشهر ولا شهر ونص، فهمتي تتخنز ما مزيان ويطلقوك عاوتاني ويعطوك ورقه فيها 10 ايام مغادره. باش تفادى هذا الاشكال كامل حاول انك تخرج قبل ما تسالي 90 يوم. سانيتي 90 يوم مثلا كانت باقي لك سيمانه باش تساليك الفيزا ومشيتي حركتي ضربتي 15 يوم الطريق رجعتي لقيتي 3 شهور سالات، انا كنصحك بلا ما تبقى هنا تمشي للمطار وتخلص المخالفه ديالك، خلص المخالفه الا بغيتي ترجع مره اخرى في اقرب وقت خلص المخالفه. المخالفه الان الاخوان راه وصلت حتى 1500 ليره 1600 ليره ما يعادل 800 درهم مغربي، هي قيمة المخالفة. إذا خلصتي هاد القيمة ديال المخالفة أو المقابل ديال المخالفة أو الجيزة، كيكون أوفيس جيزة في المطار، إلا بغيت نشرح لكم كيفاش كتمشي للمكتب ديال المطار وكيفاش كدير، دونك كنشرح بعجالة كاع. أنت مخالفة سيدي مشيتي للمطار شنو بغيتي دير؟ أول حاجة كديرها كتمشي كدفع الباكاج ديالك وكتاخد
كتمشي قبل لوفول بطبيعه الحال 4 سوايع حتى 5، كتمشي كتدفع الباكاج وكتاخذ البوردينغ باس اللي هو ديك التيكيت ديالهم اللي كيعطيوك هما. ملي كتدي ديك التيكيت كدير الباسبور ديالك الا كنتي في مطار صبيحه، المهم راه كتمشي مكتب الا كنتي في مطار صبيحه راه على يدك اليسار في دخله المطار في اقصى اليسار غادي تلقى مكتب الجيزه او مكتب الغرامات، ولا كنتي في مطار اسطنبول الجديد راه على يدك اليمين اقصى اليمين كاين مكتب مخالفات. ليسونسيان باش تمشي عندهم خاصك ضروري دير بوردينغ باس والباسبور، كتقول له السلام عليكم، كيقول لك عليكم السلام، شوف لي اخويا شحال المخالفه عندي، كيقول لك اخويا انت راك خالفتي بثلاث شهور ولا بشهر ولا بشهرين، هي اخويا شحال غنخلص، كيقول لك كتخلص قد وقد، كتخلص كيدير لك واحد الكاشي بلا راك مخلص وكذا، وكيعطيك واحد الورقه بانك راك مخلص، كتقول له خويا شحال يعني كاش صانات يعني شحال من سنه ولا شحال من كاش اي ولا شحال من شهر عندي ديال المنع، فهمتيني؟ كيقول لك هو راه عندك مثلا عندك شهر، عندك شهرين، عندك 3 شهور، الا خلصتي عندك من 3 شهور اقل، الا ما خلصتيش عندك من عامين حتى لخمس سنين، يقدروا يوقفوك عام خمس عام عامين 3 سنين 4 سنين حتى خمس سنين حسب المده اللي خالفتي وحسب الموظف فاش طحتي، لان ما عندهمش شي ارتيكل معين كيدير داكشي اللي قال لهم راسهم. دونك كان هذا هو الموضوع ديالنا ديال هذا الفيديو هذا اليوم، وحاولت نختصر لكم بزاف ديال النقاط وبزاف ديال الافكار، كان ممكن نتعمق ولكن خفت الفيديو يجيكم طويل بزاف وتملوا منه، فلذلك اكتفيت بواحد 10 دقائق فيها خير ان شاء الله. هذه 10 دقائق هذه تبارك الله عليكم الاخوان، ما تنساوش تدعمونا بارطاجي لايك ابوني وخليونا في التعليقات الموضوع اللي بغيتوا غادي نهضروا لكم عليه، مازال كثير مواضيع مشوقه ومهمه في مجال الهجره من تركيا الى اوروبا، الله يسهل على كل واحد، واللي ما قدرش ولا ما عندوش لي كونديسيون ولا الامكانيات الماديه ولا الجسمانيه ولا كان مريض ولا فيه شي مرض ولا ضعيف القلب ديالو ولا الاعصاب ولا شي حاجه ولا فيه شي مرض معين، بلا ما يضرب هاد الطريق راه فيها التمارة بزاف، انا الطريق اللي مضطر انه يضربها ومزير ومضطر ومصر انه يضربها وما كاينش اللي غيردو منها، فتفرج اخويا في القناه ديالي راه غتنفعك، لان كنحط لك معلومات من ارض الواقع وكنحطها لك بلا زواق بلا حتى شي حاجه، كحل كحل بيض بيض، الايجابيات السلبيات، انت دير لي كومباريزون اختار اللي بغيت. هذه هي القناة ديالي باختصار، تبارك الله عليكم الخوت، شكرا شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم في التعليقات في البارتاج في كل شيء، كنبغيكم بزاف، إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله على قناتكم نوعات مغرب في اسطنبول، والله إلا عرقت لأنني سد الشرجم، علاش كان ممكن نحل الشرجم وما نعرقش، ولكن سديت الشرجم باش الصوت يوصل بوضوح الإخوان، تبارك الله عليكم وإلى اللقاء. Get lost when thoughts pull you in, I miss the old you. We died with a purpose, all the energy around me felt nervous. Scared I would pop out fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given heart, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card.